السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا لانستالاسيون إلى كونفيغوراسيون لاكتيف ديريكتوري سو ويندوز سيرفر 2008. ديجا هضرنا على الدي أس تي والدي أن أس، واليوم إن شاء الله بإذن الله غادي نهضروا على لاكتيف ديريكتوري وغادي نديروا لانستالاسيون إلى كونفيغوراسيون. ألوغ قبل ما نبداو لانستالاسيون ديال لاكتيف ديريكتوري في ويندوز سيرفر 2008، أهم حاجة خاصنا نتأكدوا منها هي واش دي ان اس بيان انستالي او نو. الا ما كانش خاصنا انستاليو. الوغ فوالا لو سيرفيس دي ان اس ديجا انستالي ومقاد عندي انا هنايا ويندوز سيرفر 2008، هو على الادريس اي بي ديالو عنده 1254، وعندي الويندوز 7 عنده 1.10، واخد ديجا واحد الادريس اي بي من عندي اس اي بي. ممكن تعطيو ادريس اي بي اوتوماتيك عن طريق دي اس اي بي او تفيكسيو ليه ادريس اي بي. فوالا انا عندي دابا لو كليون، ها هو فوالا لو كليون، نتيستيو البينغ ما بين لي دو ماشين. لو بينغ سا مارش بيان، يعني ديجا داير ديجا لا كونيكتيفيتي اكسيتيرا. الو دابا نمشيو على بركة الله ونبداو انستاليو لاكتيف ديريكتوري. الا بغينا انستاليو لاكتيف ديريكتوري في 2008 كنستعملو لا كوموند دي سي بروم. اذا exécuter DC promo et voilà. Quelle est la vérification? Après, quelle est l'installation des fichiers binaires du service de domaine Active Directory? ابري تعطينا هاد لا فينيتر اسيستون دانستالاسيون، كنديرو سويفون. انا كيعطيك لا كومباتيبيليتي ديال سيستيم ديكسبلوطاسيون، لي بارامتر دو سيكوريتي اتوندي دون ويندوز سيرفر 2008 و ويندوز سيرفر 2008 افيك لي فيرسيون بريسيدون دو ويندوز، يعني بحال بحال لي فيرسيون بريسيدون. سويفون، اذا هنا كيقولك واش فور اكزيستون، يعني ديجا الا كنتي انستالي لاكتيف ديريكتوري ولا كري ان دومين دون زين نوفيل فوري. يعني حنا يلا غنديرو لانستالاسيون اول مره، لهذا غادي نختارو كري ان دومين سويفون. هنا كيعطيك يقول لي النوم دو دومين، حنا نورمالمون لو نوم دو دومين ديالنا هو تي اس ار اي بوان ام ا، اذا غادي نديرو تي اس ار اي بوان ام ا سويفون. هنا كندير الفيريفيكاسيون ديال لا ديسپونيبيليتي ديال الدومين، كنشوف واش ديجا هاد الدومين ديجا مانستالي ولا لا. ابري الفيريفيكاسيون ديال النوم نيت بيوس، هذيك تي اس ار اي. ابري كيعطينا لاسيستون دانستالاسيون دي سيرفيس دومين اكتيف ديريكتوري، وهنا كنختارو النيفو فونكسيونيل اللي هو 2008 ار 2 سويفون، حيت انا عندي 2008 ار 2 سويفون. هنايا كيعطيك لي زوبسيون سيبليمونتير، من بين هاد لي زوبسيون هو سيرفر دي ان اس والكاتالوج جلوبال والكونترولور دو دومين اون ليكتور سول اللي هو رود سي. اذا دي ان اس ديجا انستالي لهذا هما محيدينو، الكاتالوج جلوبال ديجا مقاد، والكونترولور دو دومين ما عندناش حق نديروه، دونك نديرو شويه. هنا كيقول لك كري اون ديليغاسيون دي ان اس، ما عندنا ما نديرو بها، غادي نديرو نو. انفراستركتور دي ان اس دومين نيم سيستم اكزيست بور لا زون بارون دو سو دومين ا ايتي ديتكتي بور بيرميتر هاد انفراستركتور اكسيتيرا. قال لك واحد الزون ديجا كاينه، واش بغيتي دير ديليغاسيون ولا لا؟ نقول ليه نو، نديرو شويه. هنايا كيعطينا لومبلاسمون ديال الباز دو دوني ديال لي فيشي جورنو اس اس فول، يعني الباز دو دوني ديال لاكتيف ديريكتوري ها هي في الان تي دي اس، ولي فيشي جورنو تا هما كاين في الان تي دي اس و اس اس فول سويفون. اذا هنا كيعطيك المود باس ديال ريستوراسيون، يعني فاش تبغي كدير سوفغارد مثلا وكتبغي تحتاج سوف ريستوراسيون، ابري سوفغارد كاين ريستوراسيون. يعني هاد ريستوراسيون راه ديجا هضرت على لي تيب دو ريستوراسيون في لاكتيف ديريكتوري في الفيديو اللي قبل من هذا. اذا غنديروا لهم باس اللي هو باس وورد، ونعاود باس وورد سويفون. اذا هنا كيعطيك واحد الريزومي قبل ما دير الانستالاسيون، اللي بغيتي تشوفها وتقرا داك الشيء ممكن تاكسبورتي هاد لي بارامتر، يعني يبقاو عندك. الو غنديروا دابا سويفون. هنا ها هو بدا كيانستالي لاكتيف ديريكتور، غادي نتسنى حتى يكمل لانستالاسيون و ابري روديماري السيرفر.
اذا هنا قال لك امبوسيبل دو كريي لا زون دي ان اس كار سيلسي اكزيست ديجا وي حيت دي ان اس ديجا انستالي وديجا لا زون انستالي دونك غادي ندير اوكي هنا كاتك فان لانستالاسيون غادي نديرو تيرميني وغادي نقول ليه غادي ماي مانتونو forcer le redémarrage donc on dit CTRL ALT supprimer المود باس اللي لاحظتوا معايا كانت المره الاولى غير ادمنستراتور دابا تزادت هنا تي اس ار اي يعني لونو نيت بيوس ديال الدومين اللي هو تي اس ار اي بوان ام ا اذا ندخلوا المود باس الوغ ان فوا يشعل السيرفر ديالنا غادي نمشيو لديماري اوتي دادمنستراسيون وغادي نمشيو l'outil d'administration les voies utilisateurs et ordinateurs Active Directory d'avoir l'outil d'administration le plus utilisé et donc voilà et donc comme si vous l'avez plus comme vous l'avez dit d'avoir le domaine d'yalna il y a des contrôleurs de domaine ou à ce que nous voyons ce sont des unités d'organisation d'accord les unités d'organisation quand nous verrons juste pour organiser les objets. Et là, je vais vous donner un bulletin. D'accord? Et là, normalement, vous avez le groupe. Vous voyez? C'est un groupe. Je vous ai déjà des groupes de sécurité. Et là, computers. Computers. Il y a les membres du domaine. Il faut que vous adhérez à un membre du domaine qui est là, vous avez les computers. Et là, domain controllers, qui est le serveur ou bien فين انستايل اكتيف ديريكتوري سيتا ديال لا لوميير يعني هو السيرفر ديالنا عندنا هنا فورين سيكوريتي جوست بوغ لا سيكوريتي عندنا الماناجد سيرفيس هنا لي كونت دي سيرفيس دو جيستيون وهنا فين كيتجمعوا لي زيتيليزاتور اذا لا بروميير دي شوز هي كنلقاو هنا واحد الادمنستراتور دونك خصنا نكونفيغيريو لا بروميير دي شوز نبدلو ليه المود باس ديالو مثلا غينيسياليزي لو مود باس كدير هاد ليتيليزاتور دو شونج لو مود باس على بروشين اوفرتور نحيدوها ونعطيوه مود باس اوكي لو مود باس بور ادمنستراتور اريتي شونجي وغادي نمشيو ونقادو لي بروبريتي ديالو علاش حيت باغ اكزومبل مشيتي لي كليون بغيتي تانستالي شي حاجه غيطلبك الادمنستراتور بغيتي مثلا تخرج واحد المومبر من الدومين يطلب لك ادمنستراتور اي حاجه بغيتيها غيطلب لك هذاك لو كونت ادمنستراتور مي لو كونت ادمنستراتور مازال ما مقادش دونك حتى حاجه ما غادي تصدق اذا بروبريتي وغادي نمشيو عندنا لو برينو غادي نعطيو فيه ادمنستراتور في لو نون كومبلي ادمنستراتور نديرو ابليكي بلوس كو سا غنمشيو للكونت وهنايا نعطوه واحد لو فيرتور دو سيسيون اللي هو الاي بي ان اذا ادمنستراتور وهنا كنختاروا تي اس ار اي بوان ان لقيتو اللي عنده واحد لا سيسيون كنكوشيو هاد لي دو هادو لو مود باس نيكسبير جامي وليتيليزاتور نو بو با شونجي لو مود باس ما بغيتيش تسيليكسيونيهم ماشي مشكل ابليكي اوكي اذا دابا غادي نمشيو ونشوفو كيفاش كنكريي واحد انيتي دورغانيزاسيون بوسيبل باش تكريي انيتي دورغانيزاسيون واش من انيتي دورغانيزاسيون يكفي غير تكليك على كليك دروا نوفو وتبي تكريها سينو غادي نمشيو نكريو حنا واش من الدومين اذا الدومين تي اس ار بو ام ا كليك دروا فوق من الدومين نوفو وغادي نمشيو لانيتي دورغانيزاسيون اذا هنا غنعطيوها مثلا يوزرز تيغي تي اس ار كاتبين لك هنايا بروتوجي لو كونتينر كونتر ان سيبريسيون اكسيدونتال غنخليوها كوشي وغنديرو اوكي فوالا تزادت هاد لونيتي دورغانيزاسيون لي يوزر تي اس ار اي مثلا حنا شفنا هذيك كوشينا هذيك اللعيبه ديال يعني بروتيجي كونتر لا سيبريسيون اكسيدونتال اذا نحاولوا نسيبريميوها كليك دروا سيبريمي
Oui, vos dires ne disposez pas les privilégiés suffisants pour supprimer User TSRI. يعني ما عندناش حق نسيبريميوها. ليه ما بغيناش حنا غلطنا فيها بغينا نسيبريميوها؟ اذا كنمشيو للافيشاج كنمشيو للفونكسيوناليتي افونسي و ابري كنمشيو لهاد يوزر تي اس ار اي كليك دغوا بروبريتي ونمشيو للاوبجي ها هي ونحيدو هذيك بروتيجي لوبجي دي سيبريسيون اكسيدونتال ابليكي اوكي. ودابا ملي كتمشي دير لا سيبريمي عندك الحق تسيبريميها مفهوم. منين ساليو نمشيو نرجعو للافيشاج نحيدو ديك فونكسيوناليتي افونسي. دابا غادي مثلا غتمشي دير بروبريتي ما كتلقاش ديك اوبجي مفهوم. ولا بغيتي تسيبريميها كتسيبريميها تو سامبلومون سيبريمي وي مشات. نعاودو نكريوها نوفو يونيتي دورغانيزاسيون يوزرز تيغي تي اس ار اي اوكي. اذا واش من هاد يونيتي دورغانيزاسيون غادي نكريي ان يوتيليزاتور واحد الاوتيليزاتور جديد. اذا كليك دغوا نوفو اوتيليزاتور غادي نسميه مثلا وين تيغي 7 بالنسبه لونو غادي نعطيه مثلا تي اس ار اي. هنا غنسميه وين تيغي 7 يعني هنا عطانا السيسيون سويفون. هنايا نحيدو هاد لوتيليزاتور دوا شانجي لو مود باس على بروشين اوفيرتور دو سيسيون يعني كنحتاجوها في لا سوسيتي. الا انفو كيدخل شي واحد الدومين اول مره انفو يدخل غير يديماري البيسي غيطلب لي باش يبدل المود باس. حنا ما يبدلوش ونعطيوه المود باس وغنديرو سويفون تيرميني. اذا دابا هذا بور ويندوز 7 غادي نمشي دابا لويندوز 7 وغادي نادري للدومين داكوغ. نمشي لويندوز 7 اذا لا بروميير دي شوز انتيستيو البينك بينك 192 160 1 254 اوكي. اذا لو بينك سا مارش بيان. ابري نتيستي دينيس انس لوك اب فوالا. اذا دينيس سا مارش اون فوا يطلع لك سيرفر بار ديفو اكسيتيرا راه سا مارش. اذا كاين واحد لوكا وبيان واحد لو بروبليم الا ما كانش لما كانش واحد ثلاثه تسميات في الكليون تقريبا متشابهين كنلقاو مشكل باش نادير بالدومين. السميه الاولى هي انا كاين ويندوز 37 اذا ملي كنطلعوا دا دي ماري كنلقاو ويندوز 37 وملي كنمشي للاورديناتور كليك دغوا بروبريتي كنلقى ويندوز 37. اذا هذا لو كليون هذا يعني ما كاينش مشكل باش يتادير الدومين يعني غادي يتادير سيور بلاس. اذا موديفي لي بارامتر وكنمشي هنايا الموديفي وكندخلو الدومين. الدومين هو tsri.ma ونديرو اوكي فوالا سيور بلاس. وغيطلب لينا نوم ديتيليزاتور اللي هو وين تيغي 7 والمود باس اوكي. فوالا كتب لي بيانفوني دون لو دومين تو سامبلومون. بالنسبة لكم نتوما إلا ما كانوش هادوك السميات بثلاثة متشابهين يعني هاد ويندوز 7 وهاد السمية اللي طالعة هنايا في ديماري وهاد السمية اللي كنلقاو هنايا في موديفي لي باغامتر ضروري تبدلوهم يعني موديفي وديروا الموديفيكاسيون بدلوهم عاد راه غادي يدخل الدومين تو سامبلومون. إذا دابا غادي نمشي غادي نرو ديماري أوكي أوكي فيرمي وغادي ندير رو ديماري مانتونو. اذا دابا غنمشيو نشوفو في السيرفر واش وقع. غنمشيو لديك كومبيوترز غادي نلقاو تزادت ويندوز 7 يعني ولات مومر دي دومين داكوغ. اذا نتسناو الماشين كليون تشعل تزادت معاك ابي سير كونترول الت سيبريمي
دابا غيطلب لينا هنا الا جاب الله درنا ويندوز 7 سلاش ويندوز 7 يعني رحنا داخلين غير الورك جروب. الا درنا اونتري رحنا داخلين دازا داخلين في الدومين، ولكن حنا دابا داخلين بالورك جروب. اذا الا بغينا ندخل للدومين كنديرو كنترول ال سيبريمي شانجي ليتيليزاتور كنترول ال سيبريمي عند الاوتر ايتيليزاتور اللي هو وين تيغي 7 وندخل المود باس. دابا عاد دخلنا للدومين وندير اونتري. اذا هنا كتب لينا اوكان سيرفور داكسيني اكتويلمون ديسپونيبل. اذا كان عندنا شي بروبليم في دانس نمشيو نتاكدو. اوفرير لو سونتر ريزو بارطاج سيرفور هادشي موديفي لي بارامتر بروبريتي TCP IPv4. Voilà le problème. 1 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
الاكتيف ديريكتوري دي ار سي بي بحال طفى. دونك غادي نمشي دابا ونعاود. اذا مود باس نشوف. اذا فوالا تو سي بيان. نعاودو ردي ماريو. شونجي لوتيليزاتور اوتر اوتيليزاتور وين تيغي 7 مود باس اونتري. فوالا مانتونون سا مارش بيان. المشكل كان في الدي ار سي بي ديزاكتيفي ما عطاش ادريس اي بي، وكان مشكل اخر في الدي ان اس ما مقادش مزيان. فوالا لو كليون دابا داخل الدومين. اذا كنمشيو لديماري كنلقاوني ديجا وين 7 تيري 7 تي اس ار اي. فوالا اذا دابا ديجا لو كليون ولا مومبر في الدومين باش نتاكدوا. ها هو دابا تخيلوا معايا فواحد لا سوسيتي بغينا نكريو بليزيوغ اوتيليزاتور، يعني عندنا بزاف. اذا لا بروميير دي شوز خاصنا بعدا ندخلوهم الدي ان اس، يعني كنطلعوا هنا ملي كنطلعوا الدي ان اس خاص السميه ديال السميات ديال لي كليون ديالنا يكونوا ديجا طالعين هنايا، مفهوم؟ اذا باش نطلعوا من هنايا خاصنا كل مره نبقى نوفو نوفو نوفيل اوت، كل مره نوفيل اوت نوفيل اوت. ملي كدير نوفيل اوت كتدخل السميه والادريس اي بي. اذا هادشي كثير شويه. دونك كاينه واحد لا سوليسيون اللي هي ناكتيفيو لي ميزاجور، نانستاليو بعدا الدي ار سي بي، مفهوم؟ والدي ار سي بي كيولو عندنا دي كليون كياخذوا دي زادريس اي بي اوتوماتيكمون، ولهذا كيخصنا ناكتيفيو لي ميزاجور دي ان اس فاش في السيرفر دي ار سي بي. يعني كتمشي لبروبريتي بروبريتي وكتمشي للدي ان اس وكن هنا كتاكتيفي لي ميزاجور. ولهذا كيولي اي كليون خدا ادريس اي بي من الدي ار سي بي كيدوز اوتوماتيكمون للدي ان اس وكيتسجل هنا. مزيان. ابري كيجي داكشي سهل باش نكريو بليزيور اوتيليزاتور على فوا فين في لاكتيف ديريكتوري. اذا انا غادي نمشي نزيد واحد انيتي دورغانيزاسيون، ندير واحد ليكزومبل نوفو انيتي دورغانيزاسيون
وغادي نسميها users مثلا users مثلا شنو غادي نسميهم users مثلا نسمى 10 users 10 نكريو 10 ديال لي زوتيليزاتور. اوكي اذا وصلت من هاد اليوزرز 10 غادي نكري 10 ديال لي زوتيليزاتور على فوا. لاحظوا معايا شنو غادي ندير. اولا كنمشي لانفيد كوموند فوالا وغادي نبدا نكرييهم. هنا غادي نحتاجو بوكل يعني فور بورسونتاج اي يعني اي هو لو با ان وهنا كتكري لو نومبر كتحل القوس وكتكتب الاعداد يعني 1 فيرجول 2 فيرجول 3 فيرجول 4 5 6 7 8 9 مثلا اكسترا. حنا انا نكري غير 9 نكتفي غير ب 9 قد اللي بغيتي تقدر توصلهم مثلا انت حتى ل 100 الا بغيتي. بغيتي تكريهم بطريقه اخرى راه كاينين اللي فيه شي سكريبت داو دي اس اد يوزر كنفتحوا لي كروشي سي ان ايتيغال يوزر تيري بورسونتاج اي يعني غيبقاو يجيب هاد الاي كتبدل 1 2 3 3 9 فيرجول او اي ايتيغال السميه ديال لي ميثود اورغانيزاسيون اللي هي يوزرز تيري 10 فيرجول وهنايا الدومين دي سي ايتيغال تي اس ار اي فيرجول دي سي ايتيغال ام ا نشدو لي كروشي. بغيتي تعطي المود باس كدير تيري تي دبل في دي وكتعطي المود باس مثلا باس وورد ونديرو بورسونتاج اي يعني بورسونتاج اي يعني يكون باسورد 1 باسورد 2 باسورد 3 اكسترا. بغيتي تعطي مثلا سيسيون كدير تيري اي بي اي بي ان وكتكتبها مثلا حنايا غنديرو ليها يوزر تيري بورسونتاج اي اروباس تي اس ار اي بوان ان ا. اذا غنكريو 9 ديال لي زوتيليزاتور على فوا نديرو اونتري. لاحظ معايا شنو وقع هما تكريا غنمشي دابا انا ندير اكتياليزي فوالا لي زوتيليزاتور. الا كليكيتي على شي اتيليزاتور بالضروره درتي بروبريتي غتلقى ديجا لو كونت ديالها هو يوزر تي اس ار اي ومو بغيتي تموديفي راه تموديفي الا بغيتي شي حاجه داكوغ. جيد هادي من جهه. من جهه اخرى غادي يبقاو لينا لي جي بي او. اذا دابا عرفنا كيفاش كنأديريو واحد الاتيليزاتور. غنمشي دابا لديماري اوتي دادمينستراسيون وغادي نمشي نقلب على جيستيون دي ستراتيجي دو جروب. مزيان كيف ما كنعرفوا ان هاد لا جيستيون دي ستراتيجي دو جروب هي واحد لونسومبل دي بارامتر ابليكي سور لي كليون. اذا فوالا عندنا لا فور اف تي اس ار اي بوان ام ا كنلقاو ديجا عندنا لو دومين وعندنا هنايا لي سيت دومين في تي اس ار اي بوان ام ا. كما لاحظتوا عندنا يوزرز 10 و تي اس ار اي بوان ام ا. جيد اذا باش تكري واحد استراتيجي دو جروب كتمشي مثلا اليوزرز 10 او هاد يوزرز تي اس ار اي مفهوم هي ديجا في ان يوتيليزاتور كليك دغوا وكنكتبوا كري ان اوبجي جي بي او دون سو دومين اي لو لي ايسي. غنسميو مثلا شي حاجه ديال جي بي او واحد مثلا انتيغدير ولا مثلا هي كتبلوكي شي حاجه او ما شابه جي بي او 1 اوكي. وسط فوق من هاد جي بي او كليكي بالضروره غدير موديفي كتخرج لينا اوتر فينيتر وكنشوفوا هاد جي بي او لاش بغينا نديروها اشنو هما لي بارامتر اللي غنديرو فيها. من بين هاد لي بارامتر اما كتطبقهم على الاورديناتور يعني على الماشين وكيولي اي اتيليزاتور كيلقى داكشي ديجا مطبق على كلشي او على الاتيليزاتور فقط. يعني مثلا كل اتيليزاتور عندي بيرو في شكل كل اتيليزاتور غيدخل لواحد سيرفيس او ما شابه هذيك الساعه كيجي الدور باش نطبقوه على الاتيليزاتور مفهوم. اذا هنا كتلقى لي استراتيجي استراتيجي كاين عندنا ديجا لي بارامتر دو لوجيسيال يعني ممكن انت انستالي واحد لوجيسيال اديستون ها هو. اذا انستالاسيون دو لوجيسيال ولكن بشرط هاد لوجيسيال خاص تكون عنده ليكستنسيون بوان ام اس اي. اذا
نوريكم كيفاش كتكتب. بون اذا نوفو دوكيمون تكست، خاص اي لوجيسيال يكون باكاج ويندوز يعني عنده ليكستنسيون بوان ام اس اي. باش كنديروا هاد ام اس اي خاصنا ان لوجيسيال اللي هو او اكس او تو ام اس اي بوان او اكس او. يعني هذا واحد لوجيسيال اللي كيحول ليك كاع لي لوجيسيال اللي عندهم او اكس او كيحولهم لام اس اي باش كيولي باكاج ويندوز. جيد، اذا نسدو هادي بارونجستري ونمشيو نكملو. اذا عندنا لي بارامتر دو ويندوز. بالنسبه لي بارامتر دو ويندوز فيها لي سكريبت دو فيرتور اي دو فيرميتور دو سيسيون، فيها لي بارامتر دو سيكوريتي داكور، فيها لي ريديراكسيون ديال لي دوسيي بيغو مني ديماري اكسيتيرا، فيها لي كوس مينتونس اكسيتيرا. حنا غادي نمشيو للموديل ادمنستراسيون بيان موديل دادمنستراسيون. اذا هنا فين ديفينيسيون دي استراتيجي داكور. اذا كاينين عندنا دي استراتيجي اللي كيطبقوا على البيرو بحال البيرو يعني لاك ديريكتوري او ما شابه. فوالا الا لاحظتي معايا اكتيفي ديسكتوب ديزاكتيفي ديزاكتيفي اكتيف ديسكتوب انتيردير لي موديفيكاسيون مثلا بابي بان دو بيرو امبيشي لاجوت ديليمون امبيشي لا فيرميتور ديليمون يعني ما يمسحش ما يسيبريميش ما يموديفيش ديزاكتيفي تو لي زيليمون ajouter une autorise que les papiers peint au format BMP etc. Et dans radim si maintenant papier peint des bureaux nous chauffons les mêmes quatre tables au minimum Windows 2000 يعني تكتبق تاع الويندوز 7 بحال مثلا اكتيف ديسكتوب قال لك سيستم اكسبلوطاسيون ويندوز سيرفر 2003 اكس بي اي دمي اينيكمو يعني ما كتطبقش على 7 هذه كذلك هذه كذلك بابي بانت على الاقل 2000 وطلع الفوق. اذا نكليكو على بالدروا موديفي اذا هنا كطلع لك لا فينيتر غادي نديرو ليها اكتيفي ونديرو اوكي. قالك بابي بانت نون دو بابي بانت غادي نسموه مثلا بانت ستيل اكسيتيرا كومونتير بلاش ونديرو ابليكي اوكي. اذا هذا دابا راه اكتيفي مفهوم. ممكن باغ اكزومبل لي كومبوزون ديال ويندوز، لي كومبوزون ديال ويندوز هما اللي كاينين بزاف. كاين الكالندري ديال ويندوز الا كليكينا عليها غنشوفو ويندوز فيستا انيكمون كتابليكي غير على الويندوز فيستا. Centre de mobilité Windows. Au minimum Windows Vista. Compatibilité des approbations. Console de gestion. Emplacement et capture. Explorateur Windows. D'un explorateur Windows. Voilà. Tel comme tel désactiver l'affichage. Activer l'interface classique. Nombre maximal de documents récents. هنا كاين بزاف ديال الحوايج. ومن هنا من ممكن appliquer اي حاجه بغيتيها. par exemple عندنا البانو دو كونفيغوراسيون ماسكي ليليمون او بيان لي زيليمون دو بانو دو كونفيغوراسيون سبيسيفيي. اذا ويندوز ابديت ممكن نو با افيشي لوبسيون انستالي لي ميز اجور يعني او مينيموم ويندوز اكس بي بروفيسيونيل افيك اكسيتيرا باك دو ممكن ديرها. ويندوز ميديا سنتر بالنسبه للسيستم شي حاجه ديال السيستم ها هما تيليشارجي لي كومبوزون ميزاجور اوتوماتيك. بالنسبه للريزو تقدر تبلوكي مثلا الريزو كونيكسيون ريزو انتيردير لاكسي لي ليمون باراميتر افونسي دون لو منيو افونسي انتيردير لا كونفيغوراسيون افونسي دو تي سي بي اي بي موديفيي كدير اكتيفي اوكي. اذا interdire l'accès à l'assistant nouvelle connexion possibilité de renommée عندنا مثلا المنيو ديماري اي بار دي تاش voilà verrouiller la barre des tâches barre des tâches ايا verrouiller la barre des tâches كتكون طالعه بحال هكا حنا غنمشي نديرو verrouiller. اذا كت او مينيموم ويندوز اكس بي اذا موديفيي نديرو لا اكتيفي
ابليكي اوكي. مثلا ajoute l'option fermeture de session au menu démarrer. Fermeture de session, le petit zida. Ajoute lien recherche sur internet au menu démarrer. Modifier. ممكن ajouter à activer. D'accord, à chaque fois que l'on ajouter la case à cocher exécuter dans la zone mémoire différente. Nettoyage. اي حاجه بغيتي تاجوتيها سي تري سامبل. اشنو كدير؟ غير كتكليك على بالدغوا وكتشوف كتكليك بعدا كتشوف اش من كونفيغوراسيون ريكويز وابري كتكليك على بالدغوا وكتاكتيفيها. ما بغيتيهاش كديزاكتيفيها. اذا هادو بوكو دي بروغرام ممكن اجوتي شي حاجه تحيدها وراه هما كيشرحوا لك هنايا. قال لك سيبريمي لو مين اكزيكاتي دو مين ديماري. اذا موديفيي activer, appliquer, ok. Voilà. Et dans un autre, il y a plusieurs choses. Il y a le sauvegarde, le partage du réseau, empêcher les utilisateurs de partager les fichiers dans leur profil, planification des tâches, parcours, glisser, déplacer, déplacer, etc. Donc, il y a l'explorateur Windows. فوالا نومبر ماكسيمال دي اف اس. اذا باش تعرفوا بلي دانفورماسيون غادي تقلبوا غير في هادشي. ابخي كنسدو هادشي وكنرجعو الجي بي او كنكليكو على بالدروا وكنديرو ابليكي. داكوغ جيد. اذا هادي كاينه فيها واحد القضيه. مثلا كتجي الا كليكيتي بالدروا فوق هذا كتلقى بلوكي لي ريتاج. يعني هو ديجا كيكون اوتوريزي. الا درتي بلوكي يعني ما كيطبقش على لي زونفون. مفهوم؟ مثلا درنا واحد جي بي او فهاد تي اس ار اي. اذا ملي كتجي كتبقى بلوكي لي غيطاج. بلوكي لي غيطاج يعني ما غاديش ما هذاك. مثلا انت بلوكيتي لاكسي المنيو ديماري لنفرض بلوكيتي لاكسي المنيو ديماري. اذا المنيو ديماري هاد اللي درنا بلوكي لي غيطاج عندك لي زيتيليزاتور ديال هاد لينيتي وهاد لينيتي راك ما بلوكيتيش عليهم. علاش؟ حيت لي غيطاج بلوكي. لي غيطاج هي الشجره يعني اللي كيطبق على الاب كيطبق على لونفون. ملي كتبلوكيه داكشي اللي كيطبق على الاب ما كيطبقش على لونفون. اذا غادي نمشيو ونجربو دابا هاد لي جي بي او في الكليون. اول حاجه الا كليكينا هنايا غادي نلقاو فيرواي اتش تي. عندك الحق تحكم. انا ما عندناش من اكزيكوتي. اذا غادي روديماري ونشوفو روديماري ونشوفو هادوك لي زابليكاسيون واش طبقوا ولا لا. فوالا راح دخلنا. دابا ملي كليكو في الدروا لاحظ معايا شنو طاع البار دي طاش. حيت ديجا معناه ديماري. اذا مثلا نمشيو نجربو الريزو اللي دير ديجا قلنا ليه ما عندكش الحق تكونفيكيري. ندخلو ليه موديفي لي باغاميتر دو لا كارت. دوبل كليك بروبريتي ما عندكش لو دروا كيحبسك. داكوغ. اذا هذا هو الهدف من هذا الفيديو اليوم. وهادشي تقريبا اللي هو المهم في الاكتيف ديريكتوري. كنتمنى يعجبكم لا فيديو. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.